يعني تفضل يا شيخ انا ما اظن انا ما اظن بدي يعني انت تعتقد فيها بس انا اريد افتهم شيء يعني انت ما شاء الله عليك يعني انسان مثقف الظاهر انك انت دارس وكذا فانت شنو اللي خلاك تترك الاسلام وتروح على المسيحيه بس هذا اللي انا اريد اعرفه يعني يا شيخ انا انا اقول لك الفرق اللي خلاني انا كنت محب لكل البشر من كنت مسلم وما ق... لما قرات القران وقرات الكتب الاسلاميه انصدمت لما لان انا ك... كان عندي حب المعرفه والاطلاع على الاديان فشفت القران عكس ما اؤمن انا في قلبي يعني انا احب ك... عندي وجهه نظر اكره القتل اكره الانسان الظالم، اكره الانسان اللي يضطهد اكره مو يعني قصدي اكره هذه الافكار مو الانسان يعني اللي يضطهد الناس ويقمع حريات الاخرين سبب الدين الا تؤمنون تؤمنون جبرا او كذا الا بالقوه لو تؤمنون لو اقتلكم هذه كل الافكار وين؟ من من انا صغير خلينا نحكي بس رجاء شيخ شيخنا بس لحظه ارجوك بس أوكي. لحظه شيخ أوكي. انا كنت افكر دائما بقلبي اقول كنت يعني أف... انقض هذه الافكار فلما تأكدت انها موجوده في الكتب الاسلاميه لما تاكدت انها موجوده في الكتب الاسلاميه يعني شكيت بالدين صراحه يعني بعدها لما شكيت بالدين انصدمت باشياء اخرى دخلت بالتعمق كنت شيعي يعني انا مسلم شيعي اكتشفت ان علماء الشيعة المسلمين يقرون بتحريف القران قل يعني اكتشفت الصدمه كبيره جدا فقلت اذا هذا كلام الله كيف الله ما يستطيع يحافظ عليه فشكيت بالدين الاسلامي ف انه كان عندي حب اول شيء اني اقرا المسيحي اقرب الاديان للاسلام فلما قرات المسيحيه ايضا ما اقتنعت في بدايه في بدايه الامر لكن ظليت اصلي ونشكر ربنا انه الله سوى معجزه روحيه خلتني اني اؤمن بالمسيح هذه باختصار يا شيخ يعني انت هربت من السؤال جيت على موضوع ثاني تفضل اكثر الايات اكثر الايات او النصوص بكتاب مقدس اللي اعجبت فيها يعني شنو هي اعجبت اكثر شيء بتاع... اخي حسين <applause> ليش انا اسالك؟ خلنا ابحث يمكن يكون انت مثلا صح طريقك صحيح يمكن نعم اتبعك نعم يا <applause> شيخ ها الحمد لله نشكر رب شيخنا شوف اكثر شيء يا شيخ انه انا شفته انه من تعليم المسيح المسيح يقول كما تحبون ان يعاملكم الناس انتم ايضا عاملوهم يعني هذه الآية علمتني الحب وأنه ال... الاحترام والحرية اللي المفروض أنه نعطيها للبشر يعني مثلا أنا أحب الناس ما تضطهدني ما تفرض علي عقيدتها ما يجبروني على دينهم فلازم أعاملهم بنفس المعاملة مثل ما أنا أحب فتعليم المسيح جدا رائع سيد المسيح قال لا تقاوم الشر فقلت يعني شلون انا سابقا وانا مسلم لما واحد يسيء لي اسكت واحترم وما ارد عليه مثل ما هو فعل لكن هذا ما وجدت من تعليم اسلامي هذا وجدت فطرتي انا كحسين ان ولدت عليها وتربيتها عند اهلي بس ما اخذت من الاسلام لاني قرات القران قرات الاسلام لا الاسلام علمني العين بالعين والسن بالسن لكن جيت للسيد المسيح يقول لا تقاوم الشر بل من لطمك على خدك الايمن فصعر له الاخر يعني شنو يعني أن أصبر على الأذية أن الإنسان اللي يأذيني أني أصبر عليه أتحمل فهذه التعاليم العظيمة اللي شفتها من السيد المسيح انبهرت صدقنيش حسيت شيخ صدقنيش حسيت حسيت أنه الأفكار اللي براسي اللي أنا مقتنع بيها هي موافقة لما موجود في الكتاب المقدس أخي 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 خلنا نوفر عليك هاي كلام كله بعدين إن شاء الله أنا أتواصل وياك بالخاص حلو

يعني. آه شنو شنو انا اللي, اللي قاعد انتقده؟ إيه؟ شلون شلون دين نازل من عند الله ما يتحمل انتقاد يعني انت لو تنتقد حسن. الدين يعني يمسكوك باي دوله عربيه دمك حلال شلون هذا؟ وهي هاي المشكله يا شيخ انت ان انت الشيخ وأعرف انه يعني انت الان بعدك تصلي بالناس بالجامع لو لو وقفت عن هذه الاشياء. لا لا اصلي يعني شويه مره اصلي ومره ومر... ما اصلي وكذا يعني. يعني عندك جامع تقوده لو بطلت من هذه السوالف ها يعني انت شيخ جامع لو بطلت من هذه السوالف تركتها يعني لا شويه تركت شويه مو مثل قبل ها ها مو مثل قبل فهم. اوكي فهمتك يا شيخ خلنا نكون صريح وياك إيه؟ يعني شنو شنو اللي خلاني انا عندي شكوك وصرت ابحث اللي أه خلاني صرت ابحث يا اخي أه حكم الردة يعني شنو يعني أحسنت. اذا انت اذا انت اذا انت دي يعني ديان صحيحه ليش ليش تطبق حكم الردة انت تخاف الناس تخرج من عندك يعني انا اقول لك يا شيخ ليش بالليجبار. القضيه القضيه يا شيخ انا اقول لك هي مثل السلاطين يعني السلاطين يخافون واحد ينازعهم الملك فشي يسوون يقتلونه وشك واحد ينتقدهم يقتلوه فالاسلام نفس القضيه يعني دين سلطوي كذب لا من الله آه لا شيء فاللي ينتقده يذبحه محمد ايش قالهم قالهم من بدل دينه فاقتلوه ليش لان هو يخاف اللي يطلع من الاسلام راح يفضح دينه ويفضح كذب محمد هذا هو انا هذا الاشياء كلها يعني صراحه ادري الايه اللي تقول لكم دينكم ولي ديني هذا منسوخه يعني انا ادري فيها كل شيء كل شيء ادري زين احسنت محمد كان ضعيف بس, مو... بس موجودة, بس موجودة بالقرآن على مود ترديد وترتيل ترتيل فقط لا غير أحسن ما هذه نسخة نسخة التلا... بقيت تلاوة ونسخة حكما معروفة يعني القضية إن شاء, إن شاء الله من شيخ القسيس على إيدك يا حسين <تصفيق> <تصفيق> لا لا <تصفيق> الله يحب الله يحفظك يا. يا شيخ نشكر الرب يعني تحب نصلي مع بعض؟ اوكي ما عندي مشكله امين قل يا رب يا رب يعني يا رب يا يسوع المسيح مع السينما ما اؤمن فيه انه هو مستقبل. يعني بعدك أوكي. يا اوكي 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 يا رب يا يسوع يعني... المسيح ما عندي مشكلة انا يعني. لا يا شيخ يعني شوي شوي نشكر الرب انه راح آ... آ... يعني شوي يعني قول قول يا قول يا رب يا الهي يا قول يا رب بعض. يا الهي نور بصيرتي أدلني إلى الطريق الصالح الطريق الذي آمين يا رب. أوصل إليك. يا لا رب أيها الظلام بل أريد نورك يا إلهي. آمين يا رب. أنا أريده، أنا لا أمين. أريد أنتقد أحد ولا أغلط على أحد ولا أسب أحد، بل أنا أريدك أنت تفتح تفتح بصيرتي، تدلني إلى طريقك، توصلني إليك. آمين، قل يا رب يا يسوع الم أنا راح أقول كلمة بس صلاة من عندي أنت حتى لو ما تقولها وراي. عادي أقول. يا يسوع. ما عندي يا رب يا يسوع المسيح إله الصالح أرجوك يا, يا رب, رب يا يسوع المسيح إله الصالح لو يا نفسك. يا عظيم يا رب اظهر نفسك للشيخ معانا يا رب أنه يعرف الحقيقة يا رب هو عرف حقيقة الإسلام لكن يريد يعرف طريقك يريد يعرف خلاصك أرجوك يا رب أنك تظهر له, تظهر له ذاتك يا رب وتعطيه نعمة تعطيه قوة تعطيه بركة يا رب ونصرة وانتصار أنه لا يوقفوا مثلا يا رب أهل أو توقف اضطهادات أو توقف أي شيء عن طريقك الحق أرجوك يا رب أن تعرف كل إنسان طريقك وخلاصك كل هذا أطلبه باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح آمين آمين, آمين. ربي يباركك شيخ وتحياتنا إليك و... وإن شاء الله يا رب نبقى على تواصل حبيب إن شاء الله أنا بودي لك إن على إن شاء الله حبيبي ونتواصل وبعدنا نبحث و... وإن شاء الله نوصل للحقيقة يعني ان شاء الله شكرا يا شيخ تحياتي لك يا طيب شرف فيك حبيبي انا لي الشرف يا غالي حبيبي ربي يكون معك يا هلا ومعك ان شاء الله يا هلا حبيبي حسين